طبعا هواس العملي، وحتى لو شو ما واجهت صعوبات مش هتخلى عنه خالص. ميداني امبارح نزلت الساعة 7 الصبح للساعة 8 المساء، تم تواجدي في القرب من الحدود الشرقية، كان مهمتي مسعفة ولكل فتاة بتشوفني، وكل فتاة بتمنى تكون مثلي، إن شاء الله تكون مثلي وأحسن. مسيرتي وراح أواجه كل إشي من مخاطر، رغم إني تعرضت كثير للإصابة، بس الحمد لله هكمل مسيرتي تجاه العودة بإذن الله. وانا بطالب بالحماية الحين الدولية، وين الحماية الدولية اللي بيقولوا عنها؟ وين حقوق الانسان المطلوبة؟ شو عملت؟ شو سلاحها بنتي؟ هاي سلاحها، هاي سلاح بنتي، هذا اللي كانت بتقاوم فيه، الجندي اللي قنص على اي اساس الموضوع. نكمل وعندنا اصرار كبير ولدينا القوه والذراع انه احنا نكمل يعني.